تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد شكرا 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 احبائي عمو يزيد سعيد جدا باستقبالكم اليوم عمو يزيد يعتز بكل ولايات وبكل اطفال الجزائر وحاب يستقبلهم كامل كامل في بدايه كل حصه نستقبلوا باريد اصدقائنا الاطفال اللي بعثوه لنا باش عمو يزيد يقراه لهنايا وهما كذلك اللي حبوا كامل اللي بعثوا لنا البريد ما عليهم الا توجهوا لموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات والبريد شكون يجيبه لنا ساعي البريد اذا تفضل صهيب استقبلوا صهيب اصغر ساعي بريد جبنا رسائل مرحبا مرحبا صهيب واش راك وليدي لاباس الحمد لله صهيب اصغر ساعي بريد جبتنا بريد الاطفال نعم جميل جميل اذا حطوا لنا في علبه البريد باش عمو يزيد من بعد راح يقراه لكم يا اخي احبائي انتم ثاني على بالكم واش ديروا باش تبعثوا رسائل لعمو يزيد عبر موقع الانترنت عمو يزيد وكم احبائي في هذه الفتره هذه مع سلامه يا اطفال شكرا 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 صهيب شكرا في هذه الفتره هذه كاين يوم عالمي مهم هو يوم عالمي للاذاعه والتلفزيون الموجهه للاطفال تحبوا برامج الاطفال وكامل إذا الأمم المتحدة يوم 6 مارس دارتو يوم عالمي للتلفزيون والإذاعة للبرامج التلفزيونية والإذاعية الموجهة للأطفال شوفوا يعني العالم كامل في هذاك اليوم يتوقف باش يدير حوصلة للإنتاجات تاع البرامج تاع الأطفال كما برنامج مع عمو يزيد اللي نعتزوا جدا تحبوه البرنامج إذا عمو يزيد كذلك يعتز بهذا الإنتاج هذا وكذلك شكون اللي يقول لي يوم 8 مارس واش ماذا يصادف يوم 8 مارس سعيد شكون اللي يقول لي تعالي بنتي تعالي تعالي اروحي بنتي اروحي قدامي واسمك بنتي مروه وين تسكني مروه في الحراش في الحراش الله يبارك ماذا يصادف يوم 8 مارس عيد الام لا عيد لا المرأة. عيد المرأة عيد المرأة وعيد الام وقتاش في ماي في شهر ماي هو آخر يوم أحد من شهر ماي نعم. يا أخي إذا 8 مارس هو عيد المرأة المرأة برافو بنتي برافو 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 أحبائي المرأة هي الأم هي الأخت هي الجدة هي الجارة هي الخالة هي المعلمة أحبائي المرأة تقدر المرأة ربي سبحانه أعطاها مكانتها المرأة هي أمنا المرأة هي أختنا هي خالتنا هي معلمتنا يا أخي أحبائي يجب علينا أن نقدر المرأة وخاصة المرأة الجزائرية المعروفة بالكفاح تاعها والمثابرة تاعها عندي سؤال تحبوا الأسئلة؟ نعم سؤال اليوم يقول ما هي أعلى قمة في العالم؟ أعلى قمة في العالم وفي أي سلسلة جبلية تقع؟ واسمها القمة وفي أي سلسلة جبلية تقع؟ إذا أصدقائي فكروا لغاية نهاية الحصة ما هي أعلى قمة في العالم وفي أي سلسلة جبلية تقع؟ وحنا في هذا الوقت هذا نروحوا بما أننا في عيد المرأة حبيت اليوم معكم نكتشف شخصية عربية هذه الشخصية كان عندها مكانة كبيرة في العلم حبينا نتكلموا عليها اليوم هي سميرة موسى مع بسمة إذا بسمة تعرفنا بسميرة موسى تفضلي بنتي تفضلي بسمة مساء الخير يا أصدقاء شخصية اليوم هي سميرة موسى أول عالمة الذرة المصرية العربية ألفت سميرة كتابا في تبسيط مادة الجبر لزميلاتها وهي في الصف الأول الثانوي حصلت على المركز الأول في البكالوريا على مستوى القطر المصري عام 1935
خرجت من كلية العلوم في عام 1939 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وكانت أول معيدة يتم تعيينها في كلية العلوم بجامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة حاليا. حصلت على شهادة الماجستير من القاهرة في موضوع بعنوان التواصل الحراري للغازات بتقدير امتياز، ثم سافرت إلى البعثة إلى بريطانيا في بعثة إلى بريطانيا درست فيها الإشعاع النووي، وحصلت على الدكتورة في أقل من عامين. كانت أول امرأة عربية تحصل على هذه الدرجة. استغلت الفترة المتبقية من بعثتها في دراسة الذرة وإمكانية استخدامها في الأغراض السلمية والعلاج. حصلت على منحة دراسية لدراسة الذرة في الولايات المتحدة عام 1951 بجامعة كاليفورنيا، إذ أتيحت لها فرصة إجراء بحوث في معامل جامعة سان لويس بولاية ميسورا الأمريكية. وقد تلقت عروضاً كي تبقى في أمريكا لكنها رفضت، وقبل عودتها بأيام استجابت لدعوتي لزيارة معاملة نووية في ضواحي كاليفورنيا في 15 أغسطس قبل أن تتعرض لحادث طريق أودي بحياتها. في آخر رسالة لها كانت تقول: لقد استطعت أن أزور المعامل الذرية في أمريكا، وعندما أعود إلى مصر سأقدم لبلادي خدمات جليلة في هذا الميدان، وسأستطيع أن أخدم قضية السلام. تم تكريمها بوسام العلوم والفنون الطبقة الأولى عام 1981، وأطلق اسمها على مدرسة بقريتها، وكذا إنشاء قصر ثقافي يحمل اسمها بقريتها في سنة 1998. شكرا 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 شكرا. إذن سميرة موسى هي أول دكتورة عربية لنال شهادة الدكتوراه. إذن أحبائي، كل علماء العرب والمسلمين نعتز بهم، لأن بالعلم ترقى الأمم. أحبائي، بما أننا في هذه المناسبة كاين عيد المرأة، تكلمنا على شخصية عربية عالمة، واش رايكم تغنوا معايا كامل أغنية دارها عمو يزيد خصيصا بهذه المناسبة لعيد المرأة؟ تغنوا معايا؟ يلا معايا، يلا. مدرسة الحياة أنت يا نبع الحنان، ورسالة لها أتيت من الرب المنان. أنت الراحة والهناء، أنت الحب والرضا، نورك أشرق في الأرجاء يا بنت حواء. حملت لواء الثورة، تحديت الهم والألم، ضحيت ودقت المرة، وكنت الأخت والأمة. حملت لواء الثورة، تحديت الهم والألم، ضحيت ودقت المرة، وكنت الأخت والأمة. مدرسة الحياة أنت يا نبع الحنان، ورسالة لها أتيت من الرب المنان. أنت الراحة والهناء، أنت الحب والعطاء، نورك أشرق في الأرجاء يا بنت حواء. أنت هي العمود في رفع المجتمعات، وكنت للرجل سندا في تحقيق النجاحات. أنت هي العمود في رفع المجتمعات، وكنت للرجل سندا في تحقيق النجاحات.
مدرسة الحياة أنت يا نبع الحنان، ورسالة لها أتيت من الرب المنان. أنت الراحة والهنا، أنت الحب والعطاء، نورك أشرق في الأرجاء يا بنت حواء. مهما تكلمنا عليك يعجز عنك التعبير، نطلب ربي يحميك وكل عام أنت بخير. مهما تكلمنا عليك يعجز عنك التعبير، نطلب ربي يحميك وكل عام أنت بخير. مدرسة الحياة أنت يا نبع الحنان، ورسالة لها أتيت من الرب المنان. أنت الراحة والهنا، أنت الحب والعطاء، نورك أشرق في الأرجاء يا بنت حواء. برافو 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 برافو. مهما تكلمنا عليك يعجز عنك التعبير، نطلب ربي يحميك وكل عام وأنت بخير. كل عام والمرأة بخير. إذا تفضلوا الأماكنكم. برافو 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 برافو. أحبائي تحبوا ألعاب الخفة؟ إذا يلا نروحوا مع مجوجو اللي جانا من مدينة واتسوف. يلا تفضل تفضل تفضل. أحبائي أنا حبيت قبل ما نستقبلوا عمو جوجو اللي جانا من مدينة واتسوف، حبيت نتكلم مع صديقتي. تعالي بنتي، اروحي 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 بنتي، تعالي اقعدي معايا. واش راكي بنتي؟ لاباس. واسمك؟ آية. آية. آية عندك مرض؟ مريضة بنتي؟ برغم المرض آية اليوم جات باش تفرح معكم. قالوا لي بلي كانت عندك أمنية. واش هي الأمنية تاعك بنتي؟ باش نجي لعند عمو يزيد. أوه، إذن تحية الآية، تحية. كانت عندها أمنية باش تجي لعند عمو يزيد، وأمنية عمو يزيد أنه تجي لعنده آية. إذن قعدي معايا بنتي، روحوا نشوفوا مع بعض لعب الخفة يا أخي. يلا إذن تفضل تفضل تفضل. Thank you.
برافو 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 عمو جوجو اللي جانا من مدينة واتسوف. أنا حبيت روحي منا يا بنتي، روحي منا. أنا حبيت نتكلم مع صديقي تاني اللي جاني اليوم. واسمك وليدي؟ إبراهيم. إبراهيم، وين تكون إبراهيم؟ في السور. في السور، يعني سور الغزلان. أي ولاية؟ أه؟ واش من ولاية سور الغزلان؟ ولاية البوي. أوي البويرة. الله يبارك. شحال في عمرك وليدي؟ 6 سنين. 6 سنين، تقرا مليح، شاطر، تحب تجي الحصة تاع مو يزيد. هاي ابقى معنا وليدي. اذا احبائي، في هذا الموسم الرابع من حصة مع مو يزيد 4 سنوات احبائي من المتعة، اضفنا فقرة هل تعلم. في كل مرة نكتشف معلومة مع صديق ولا صديقة. اليوم راح نكتشف معلومة مع ميليسا. اذا اعطونا تحية لميليسا. تفضلي بنتي، تفضلي. هل تعلم أن حرير العنكبوت أقوى 5 مرات من الفولاذ؟ برافو 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 برافو. إذن أحبائي، كما قلت لكم ميليسا، حرير العنكبوت أقوى 5 مرات من الفولاذ. في كل مرة نكتشفوا معلومة. أحبائي، تحبوا الحكايات؟ إذن عمو يزيد رح يحكي لكم حكاية الجمل الأعرج. يلا معايا. إذن أحبائي، كما وعدتكم مقبلة راح نحكي لكم حكاية الجمل الأعرج. واحد النهار تفهموا باش الجمال يديروا سباق، يديروا سباق، يتسابقوا باش يطلعوا لواحد التلة هكذا عالية. واحد الجمل أعرج هكذا يعرج، حب يتسابق معاهم. قاموا يضحكوا عليه، قالوا أنت تسابق معنا، نسبقوك، كيفاش راح تسابق معنا وأنت أعرج هكذا؟ وبداوا يضحكوا عليه، بداوا يسخروا منه. قالوا أنا نتسابق معكم، نتسابق معكم. كيف بداوا السباق هذاك باش يطلعوا في التلة، واش يديروا هما الجمال كامل؟ بداوا يجروا هكذا، يجروا يجروا يجروا. من بعد في النص تاع السباق تعبوا تعبوا. وهو واش يدير؟ هو أعرج ويمشي بقوة، يمشي بالعقل، يمشي غير بالعقل، هو بقوة، ولكن حاب يوصل للهدف تاعو. إذن كان عنده قوة باش يلحق لهذاك الهدف تاعو، يمشي بقوة ولكن بالعقل. وهما يروحوا يجروا هكذا، ومن بعد قبل ما يلحقوا يعياو، من بعد يحبسوا، من بعد هو يلحق عليهم، بعد يجوز عليهم يسيبهم هكذاك، ينهتوا هكذا، بعد بالعقل، بعد ما قدروش يوصلوا للقمة، من بعد غير يجوا لحق القمة هكذا يعياو هكذا، من بعد يجوز عليهم هو هكذا، يجوز يجوز. كان مثابر في العمل تاعو، بالرغم أنه كانت رجله توجعوا، ما بكي كان هكذاك أعرج وكامل رجله توجعوا، ولكن كان عنده هدف وراح باستمرار باستمرار بقوة بقوة، وصل قبل منهم للقمة. عمو يزيد، عمو يزيد، نستخلصهم حكاية اليوم أنه للذهاب بعيدا يجب السير بقوة وتأني. برافو 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 برافو. أعطونا التحية البوبي، أعطونا التحية البوبي. إذن يا أحبائي، اللي يحب يوصل للهدف نتاعه لازم يسير بتأني وبقوة. مش شرط أنك تروح تجري، قال أنا خلاص خلاص راح نجري، ولكن إما راح تتعب في الطريق، إما راح تغلط في الطريق. يعني كاين أشياء عديدة الإنسان لازم يأخذهم، يأخذ الحذر نتاعو. إذن في التأني السلامة، وفي العجلة الندامة. إذن الإنسان لازم يمشي بعزيمة وقوة وبتأني. يا أخي أحبائي، يلا معايا أرجو على مكانكم. إذن أحبائي، كما قلت لكم في الحكاية تاع الجمل الأعرج، الإنسان بالمرات بالرغم أنه يكون عنده ألم، يكون مريض ولا، إلا أنك تشوف عنده إرادة ويوصل بعيدا. لماذا؟ لأنه الخطة تاعه ثابتة. إذن لازم تكون عندكم إرادة قوية وكبيرة أحبائي. يا أخي الحقنا دركا الواحد ركنا نحبه بزاف، هو ركن النكت. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ تعال أروح، تعال أروح عند عمو يزيد. تعال تعال ولدي، أروح تعال يلا أروح. واسمك الشاطر؟ سعد. سعد، وين تسكن سعد؟ برتوتة. برتوتة، شحال في عمرك؟ 4 سنين. 4 سنين، تحب عمو يزيد؟ ما من جيت؟ مع بابا. مع بابا وماما، وين راهي؟ ما جاتش؟ ما تخليت، خليتوها برا؟
ولا تتحب ماما ولا بابا؟ أيه. شكون تحبو كتر انت ماما ولا بابا؟ نتايا. تحبني انا؟ اوه برافو وليدي، برافو برافو، ارجع لمكانك، برافو برافو. دروك لحقنا لواحد الركن وين نقرا رسائل تاع اصدقائنا الاطفال. بوبي اعطيني رسائل تاع اصدقائي الاطفال اللي بعثوهم لنا عبر موقع الانترنت بالضغط على زرار اراء وملاحظات. اعطونا تحيه لبوبي، اعطونا تحيه لبوبي. شكرا شكرا بوبي، شكرا شكرا شكرا. إذن الرسالة الأولى من عند فرزاكوب ألاء، 11 سنة من الجزائر العاصمة. قلت لكم أريد المشاركة لأنني أحب هذه الحصة كثيرا وأتابعها دائما وتعجبني. إذن فرزاكوب ألاء 11 سنة من العاصمة، شكرا بنتي على هذه المراسلة. هذه الرسالة الموالية من عند زكريا معاد، 9 سنوات، مدينة بني يزقن، ولاية غردايا. تحياتنا لكل سكان الجنوب ومدينة غردايا بالأخص. قالكم معاد ابني يحبكم ويسألكم لماذا لا تأتون إلى مدينة غردايا. إذن زكريا معاد 9 سنوات من بني يزقن، هذا وعد أننا راح نزوركم في أقرب الأجال لكامل الجنوب الكبير، وراح نزور كذلك مدينة غردايا، هذا وعد يا ابني إن شاء الله. بلقرون حياة، 12 سنة، مدينة الثانية، وهران الباهية. قلت لكم أريد المشاركة في الحصة لأنني أحبها. إذن بلقرون حياة 12 سنة بنتي، قريبا اتصلوا بك باش تجي تحضري معنا في الحصة. قويدري ريم، 3 سنوات، مدينة بوفاريك، ولاية البليدة. قلت لكم جادوغ عمو يزيد، أحبكم كثيرا يا أطفال. أوه إذن قويدري ريم، قلت لكم نحبكم كامل ونحب عمو يزيد. إذن بنتي قويدري حنا تاني ريم نحبوك نحبوك نحبوك. الرسالة الموالية بوزنون رهف، 6 سنوات، من مدينة جيجل، مدينة الساحلية والشواطئ الجميلة. قلت لكم أشكركم جزيل الشكر على مجهوداتكم يا قائمين بهذه الحصة في سبيل إسعاد أطفالنا. أرجو الرد في أقرب وقت لأنني سجلت ابنتي أكثر من 5 مرات من أجل الحضور حفل أو حصة عمو يزيد. إذن بوزنون رهف 6 سنوات، حتما راح نكلموك في أقرب الأجال باش تحضري معنا. ويا أطفال لا داعي أنكم تسجلوا أكثر من مرة، لأن عمو يزيد رسالة واحدة تكفي، وطلب تسجيل واحد يكفي باش نعيطوا لكم في الهاتف ولا عبر البريد الإلكتروني باش جو تحضروا معنا. إذن عمو يزيد يحتفظ بهذه الرسائل اللي نعتز بها كثيرا كثيرا. ودركا لحقنا للجواب عن اللغز. إذن السؤال أو اللغز قال: ما هي أعلى قمة في العالم؟ وفي أي سلسلة جبلية تقع؟ تعالي أرواحي بنتي، أرواحي بينا شاطرة بينا، تعالي بنتي. واسمك بنتي؟ آية. وين تسكني آية؟ برتوتة. في برتوتة. شحال في عمرك؟ 11 سنة. 11 سنة. واسمها أعلى قمة في العالم؟ قمة إيفرست. قمة إيفرست في أي سلسلة جبلية؟ جبال جبال الهيمالايا. سلكت ها. إذن أحبائي قمة إيفرست هي أعلى قمة في العالم في جبال الهيمالايا. عبالكم القمة شحال؟ أكثر من 8800 متر، يعني 8 كيلومتر و800 متر، هي بأدق 8848 متر، يعني أكثر من 8 كيلومتر و800 متر، يعني قمة عالية جدا جدا. كنا تكلمنا على أعلى قمة في الجزائر، قمة كنا تكلمنا عليها، فكروا فيها لأنها سراح تجي في حصة من الحصص. إذن أعلى قمة في العالم هي قمة إيفرست في جبال هيمالايا. أعطيني الهدية تاعها، أعطيني الهدية تاعها. شكرا شكرا بوبي، شكرا شكرا. إذن بنتي شيبس مهبول، العفو بنتي، يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها. العفو العفو بنتي، تفضلي تفضلي تفضلي. إذن احنا الشاطرين دائما نعطوهم جوائز. احبائي في كل حصه نستقبلوا طفل ولا طفله
احتفلوا معه ولا معها بعيد ميلادهم. اليوم عندنا عيد ميلاد ماحي أحمد يحيى 5 سنوات من مدينة قصر البخاري. إذن ماحي أحمد يحيى تعالى تعالى وراء المحي، أروح ولدي 5 سنوات مقصر البخاري. يلا ولدي أروحنا قعد معايا. إذن أحبائي احنا راح نغنوا لأحمد يحيى عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو ديالو، التحقوا بيا نغنوا له. تعالوا 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 يلا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيله، وجمل هدايا يهدوله هيا نصفق ونغنيله. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. برافو برافو برافو. إذن أحمد يحيى عمو يزيد يشعل لك الشمعة. فوالا ديروا معايا العد التنازلي لأحمد يحيى، 5 4 3 2 1. يلا يلا برافو، أعطيني الشهادة تاعو. إذن أحمد يحيى عمو يزيد يعطيك شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد، وأنتم كذلك يا أطفال كامل رايحين تتلقاو شهادة كما هذه تحتفظوا بها كذكرى لمشاركتكم في إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. وكما وعدناك أحمد يحيى، رامي راعي البرنامج يعطيك هدية عيد ميلادك. إذا تصفيقة 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 على أحمد يحيى، برافو. وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقاو على خير، استنونا في الأسبوع المقبل على قناتكم الشروق تي في في نفس التوقيت. نحبكم يا أطفال، سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. أنا وسني وهيبة وجيت من البليدة، جيت لحصة عمو يزيد، جيت عند عمو يزيد
ونحب عمو يزيد، نشكر عمو يزيد. نشكر حصة عمو يزيد وطاقم التقني. أنا فرحانة بزاف لي عمو يزيد سدعنا أنا وخويا، وماذا بيا هذه الحصة تكرر. نشكرهم جميعا، شكرا. وأنا فرحانة ونشكر عمو يزيد. قالوا هلموا إلينا الضفوة عمو يزيد.